مات، هل جننت أم ماذا؟ أبي استعمل اسمي كاملاً، لا يفعل هذا إلا حين أكون في ورطة كبيرة. لا، أنت لست في ورطة كبيرة، لنقل صرت بعد أن حطمت الآلية المقوى. مات، نحن قلقان على علاماتك. دفتر علاماتي، أنا حقاً لم أعرف أنه قد وصل. وداعاً أيها المواطنون، عندي أمر طارئ يدعوني. مهلاً أيها الآلي المقوى. مات، نحن قلقون جداً بشأن الرياضيات. الرياضيات؟ في نيويورك لا تقال هذه الكلمة بالجمع. وبحسب مفهومنا ليس لديك علامات نجمعها يا سيد. لهذا فإن السيدة كرام بابر أتية إلى هنا لتدريسك. ليس السيدة كرام بابر، كل ما أفعله هو الدرس، كما لو أنني التلميذ الآلي. التلميذ الآلي يحصل على علامات أفضل.